سعيد مستمعتنا، مرحبا بكم معنا خلال الساعة الثانية. اللقاء بكم يستمر مباشرة إلى تمام 12 بعد الزوال. معنا هذا الصباح الدكتورة فدوى السعداني، معالجة نفسية والجنسية. صباح سعيد دكتورة فدوى. صباح الخير سناء، صباح الخير عليكم كاملين، على مستمعاتنا كاملين ومستمعين أصوات. كيف الحال؟ الحمد لله صحيحة. الحمد لله ونشكره. الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، دائما الحمد والشكر لله. الحمد لله. اليوم دكتورة سعداني غادي نتكلموا على موضوع اللي كيهم كل فتاة، كل شابة، كل مرأة في مراحل مختلفة من الحياة ديالها، وبالضبط من سن البلوغ إلى سن انقطاع العادة الشهرية. غادي نتكلموا على الهرمونات، الهرمونات عند المرأة شنو دورها، شنو أهميتها، ولكن شنو أيضا تأثيرها على الحالة النفسية ديالها وعلى الصحة الجنسية ديالها. فاليوم باش نوضعوا هذا الموضوع، نقربوه من مستمعاتنا اللي احنا غادي نستقبلوا أسئلتهم ليك على رقم الاستوديو المباشر دائما 0522 77 24 24. أول سؤال غادي يكون هو شنو هي أهم الهرمونات اللي أساسية وعندها دور محوري ومهم في حياة وتوازن الفتاة من البلوغ ديالها إلى أن تصل إلى انقطاع الطمث. الهرمونات النسائية هي هرمونات خاصة بالمرأة فقط، يعني ماشي هرمونات اللي كنلقاوها عند الرجل وعند المرأة، أو اللي كنلقاوها عند الرجل ما نلقاوهاش عند المرأة. هذه الهرمونات هي خاصة هرمون الاستروجين وهرمون البروجستاتيف أو البروجستيرون. هذه الهرمونات بجوج هي هرمونات اللي كاين منها اللي كتبدا كتفرز من واحد الغدة اللي كاينة فوق من الكلوة. هذيك الغدة كتخلي كيكون يفرز فيها ديال هرمون الاستروجين في الحياة كاملة عند الفتاة، يعني من قبل ما تبلغ وكتبقى عندها في العمر كامل ولو كيكون قطع الطمث. وكاين الهرمون الاخر اللي هو البروجستيرون اللي كيكون فقط من المبيض، ولكن الافراز الكثير ديال ماده الاستروجين كتجي حتى هي من المبيض. كتبدا كتكثر بزاف في المرحله ديال البلوغ، وكتبقى هذيك الكميه كبيره ديال الاستروجين كتفرز بشكل بواحد الشكل اللي هو غادي نقولوا سيكليك، يعني كل شهر كيتعاود من اول وجديد المده ديال العمر كامل ديال السيده، يعني ملي كتبدا من البلوغ حتى الوقت اللي كتبقى تجي الحيضه، حتى الوقت ديال انتهاء غادي نقولوا وصول ديال سن انقطاع الطمث. وهاد المرحله يعني المعدل اللي غنقولوا كنقدروها به هي ما بين 30 الى 40 سنه تقريبا، بحيث حنا غنقولوا البلوغ كيكون بين العمر ديال تقريبا 10 سنوات حتى 15 سنه، وكي انقطاع ديال الدم كيكون من تقريبا 45 سنة حتى 55 سنة. إذا نعم. إلا جينا نشوفه تقريبا ذاك العمر كيكون بين 30 حتى 40 عام اللي كيكون فيه هاد الإفرازات هذه ديال الأستروجين وديال البروجستيرون، واللي كتبدل على حسب الدورة الشهرية، يعني ماشي هي إفرازات اللي مستمرة على دور العام بحال لا. نعم. كل دورة شهرية كيكون فيها اختلاف، بحيث كيكون واحد الوقت اللي الإفرازات قليلة اللي هي آخر الدورة الشهرية في الوقت اللي غادي تجي الحيض، من بعد كيبدا الارتفاع ديال هذيك الهرمونات، من بعد كنوصل للحد الأقصى ديالها في الوقت ديال الإباضة، من وراها كتبدا البروجستيرون هي اللي كتكون كثيرة والأستروجين كتنقص، يعني أنه ولو وعد زيد عليها أن في الفترة ديال الحمل كتقدر تكاثر هذيك الهرمونات خاصة هرمون الأستروجين وحتى البروجستيرون، ومن بعد عاوتاني في فترة الرضاعة كتزاد هرمونات أخرى اللي حتى هي مهمة بحال البرولاكتين وواحد الهرمون آخر دابا نجي نسبية ديالو اللي هو لوسيتوسين. يعني الحياة كاملة ديال المرأة غادي نقولوا مني كترشد حتى الوقت ديال انقطاع الطمث، وهي عندها علاقة وطيدة بالهرمونات، حيت بعض المرات كيكون تغيير بالضرورة في الرحم، في المقاطع الداخلية ديال الرحم اللي كتوجد راسها باستقبال هذاك الجنين، ومن ما كيكونش هذاك الجنين فديك الساعة كيخصها تحيد هي هذاك الدم ديال الحيض، ومن بعد كتعاود تكون من جديد. في المرحلة ديال الحمل كيخص إكبار هذاك الرحم، لا من ناحية العضلة ديالته أو من ناحية المخاطة باش يقدر يستقبل هذاك الجنين هذيك المدة ديال 9 شهور، عاود ثاني من موراها
المختص يرجع الحاله الاولى ديالته. يعني كنشوفوا بلي هي واحد الامور اللي الحياه كامله ديال المراه كتغير بحسب التغيرات ديال هاد الهرمونات، وفي نفس الوقت عندها تاثير على حياتها الجنسيه، لان هرمون الاستروجين كيطلع الرغبه الجنسيه وهرمون البروجستيرون كينزلها. اذا الرغبه الجنسيه كتقدر تكون عندها واحد العلاقه مع التغيير في الهرمونات، ومن جهه اخرى عندها حتى واحد التاثير على الحاله النفسيه، وهذه حاجه اللي كيشوفوها النساء البعض منهم كيحسوا باللي في الوقت ديال الحيضه، يعني الوقت ديال الدوره الشهريه، كيحسوا براسهم نفسيتهم ماشي هي هذه، كيقدروا يحسوا بالاكتئاب، اولا كيقدروا اللي هو اكتئاب مؤقت يعني ماشي كيستمر شهر كامل، كيقدروا يحسوا بالغضب بالتوتر. هذه كلها امور اللي عندها علاقه بالهرمون. نعم، اذا هاد الامور الا انت كتحسي بها الا بغيتي اليوم تفهميها اكثر، تعيشي معها، تعرفي واش شي حاجه خصك تغيريها، تواصلي معنا على رقم الاستوديو مباشره على اصوات 0522774424. والموضوع اللي كنتكلموا عليه اليوم كيهمكم من سن البلوغ الى سن انقطاع العاده الشهريه. فتحيه طبعا الملك العراقي الحسيني اللي كترافقنا في الإخراج واللي كتستقبل المكالمات ديالكم. كنعرفوا على أنه كثير من الفتيات بنياتنا اليوم اللي كيوصلوا لسن البلوغ وكيكون عندهم واحد الاضطراب في الأول مع دم الحيض، مع العادة الشهرية ما كتجيش منتظمة، كتقدر دير لهم الحريق، كيبداو تأثر عليهم على واحد ظهور ديال حب الشباب، تغيير في الجسم ديال الفتاة، وكيف بعض الحالات اللي كيتنصح بأخذ بعض الهرمونات. حنا بغينا نعرفوا اليوم معاك دكتورة شنو هي الهرمونات اللي كتعطى وكينصح بها طبيب أو طبيبة المتابع، يا إما في سن البلوغ أو حتى يعني مؤخرا في مرحلة لامينوبوز، الفترة اللي السيدة كتبدأ تنقطع عليها دم الحيض، أيضا كتقدر تاخذ ديزوغمون. شنو هما ليزوغمون اللي كيتعطاو وشنو هو القدر الصحي والطريقة الصحيحة لاستعمالهم، واش هناك أيضا تأثير ديال هاد الهرمونات إلى تم الإفراط في الأخذ ديالها؟ هو بعدا نتكلموا على سن البلوغ، هو من الأفضل إلا ما كانش شي مرض أو ما كانش مشكل صحي ما كانش علاش تخذ هرمونات، لأن هذيك مجرد فترة مؤقتة اللي كيخص الجسد حتى يلا كيبدا واحد الوظيفة جديدة ديالو، كيخصو واحد الوقت باش يديرها بطريقة صحيحة. إذا ماشي أي فتاة اللي مثلا غادي داك الشهور الأولين غادي تجيها بطريقة غير منظمة ولا كذا غيخصها هرمونات. الهرمونات غادي تخاد فقط إذا كان مشكل وظيفي اللي هو كبير، مثلا أن عندها كيس أو لا عندها شي مشكل اللي كيخلي الهرمونات ما تفرش بطريقة صحيحة، وهذا الشيء خصنا نعرفوا بلي الطبيب هو الوحيد اللي يقدر يقرر، يعني ماشي الواحد غادي يمشي ويقول اجي نشرب هذه الدواء ولا هذه الدواء. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى كاين واحد الهرمونات ديال حنا نقولوا ديال منع الحمل، وفي نفس الوقت كتصلح المشكل ديال حب الشباب. هذا النوع ديال الكيسات هما معروفين، كيكتبوهم يا اطباء الجلد يا كيكتبوهم اطباء ديال الامراض النسائيه، ولكن ديما بالاستشاره ديال الطبيب. يعني ماشي مثلا شي ام تشوف بلي بنيتها تحب الشباب او كذا وتسمع بهذيك لا بيلول، وانا كنفضل ما نقولش الاسماء باش هكذاك من الناس ما يمشيوش وياخذوا امور هكذا، انا عندها يعني القواعد اللي خصها تخذ بها هذه السينه هذه. داك الساعه كتستشر مع الطبيب، والطبيب هو اللي كيشوف واش هذاك حب الشباب كيخصو هذاك النوع من الهرمونات ولا لا، وشو هي الطريقه الصحيحه باش يتخذ، لان ما كنجيوش ونديروه. هذه من جهه. هضرتي على النقطه الثانيه اللي هي الهرمونات اللي كتخلق اللي هي هرمونات بديلة خدمو سبستيتوتيف، يعني باش لأن ملي كتنقطع الدورة الشهرية عند المرأة راه معنيتها باللي المبيضين ما بقوش كيفرزوا هذيك الهرمونات النسائية. إذا أشنو اللي كيوقع؟ كيوقع الهشاشة ديال العظام، كيوقع أن الجلدة كتيبس، أن الإنسان يعني حتى الملامح كيشرف الواحد بسرعة أكثر، زيادة على أن ما كتبقاش الدورة الشهرية، ما كتبقاش إمكانية الإنجاب، هذه راه حاجة اللي واضحة.
ومن بين الحوايج اللي على ودهم الناس كياخذوا هاد لو تريتمون جوج ديال الحوايج، من جهه هشاشه العظام، ومن جهه ملي كتكون السيد عند هذيك الفوره او اللي كنسموها صهضه او كذا، اللي هي داك لي بوفيت شالور ملي كيكونوا كثارين بزاف لدرجه انهم كيشكلوا اعاقه في الحياه ديالها، وفي بعض المرات كيكون حاله اكتئاب او حاله نفسيه اللي كتستوجب ان السيده تاخذ هذا الدواء هذا. غير هو وكذلك ما يمكنش يتخذ بلا استشاره ديال الطبيب، اولا لان عنده موانع، كاين حوايج اللي كتمنع انه يتخذ. مثلا السيده الا كان فايت عندها سرطان ديال الثدي ما يمكنش تجيو تاخذو، ضروري استشاره ديال الطبيب، في الغالب ما غتاخذوش. الا عندها في العائله ديالها الام ديالها او الاخت ديالها كان عندها سرطان ديال الثدي، راه ما كتمنع انها تاخذ هاد لو تريتمون سبستيتيف. اذا بالضروري، وعاد اضافه ان الا كان عندها مرض السكري، يعني كاين واحد العدد المسائل اللي ضروري خصها تستشر مع الطبيب باش عاد تاخذو. هو ديك الساعه كيقول لها واش ممكن وكيفاش كيتخاذ، وخاصه المده اللي غتاخذو. لو كاين نساء اللي كياخذوا مده ديال 5 سنوات، كاين اللي كتاخذوا 10 سنوات، ولكن كيبقى التركيز على ان التدين خصهم يبقى يدير لهم لا ماموغرافي، يعني كتكون واحد المراقبه. اذا هذه ادويه، لان كنأكد انها ادويه، يعني ماشي شي حاجه اللي غناخذوها كيف ما حنا بغينا. كنشوفوا الطبيب الا قال لك صالح لك لا لا مزيان، الا قال لك راه عندك موانع من الافضل انك تبعدي، لان كاين خطوره، كاين امكانيه ديال سرطان الثدي. اذا خاص الواحد ياخذ هذه الامور بالعقل. نعم، واضحه الفكره. ناكد عليها ربما دغيا، هي ان بزاف المرات كلمات غير هذه اخر فكره، بزاف ديال النساء كيديروا موانع الحمل، يعني كيشربوا الكينه بلا استشاره ديال الطبيب، وهذا خطأ. يعني ان ضروري الاستشاره ديال الطبيب قبل من المره الاولى باش يشوف واش ما كاين شي حاجه اللي كتمنع ان ديك السيده تاخذ موانع الحمل. نعم، غادي ناخذ نوال امينه كريمه معنا على الخط، عندهم اعمار مختلفه. كنذكر بانه موضوعنا اليوم على الهرمونات النسائيه وتاثيرها على توازن المراه النفسي والجنسي. ممكن ايضا نطرحوا اسئله على شابات اللي هما في سن البلوغ، في سن المراهقه، الامر يعنيهم. الامر هنا كنشوفوا انه كيجمع مجموعه ديال الاعمار وكيرافقنا طول الحياه ديالنا. نوال من مكناس، السلام عليكم، مرحبا بك على واس. عليكم السلام ورحمتي الله اختي سناء، لاباس عليك؟ الحمد لله. يا نوال عندك 39 سنه. لا ماشي انا، تنسول على الاخت ديالي، تنسول على الاخت ديالي 39 عام. ايه 39 سنه. اخت ديالي ما بقاتش كتجيها منتظمه، ولات كتغب عليها، يعني كتجيها شهر شهر ونص، وكتجيها مجهده بزاف. بغات زعما تحمل. تفضلي. بغات تحمل وتدير زعما كدير بحال شي حاجه بحال هكا باش تحمل، ولا ما جابش ليها الله. هنايا واش الاخت ديالك متبعه عند طبيب اختصاصي ولا نوال؟ لا ما متبعاش، لا ما متبعاش. ضروري خصها تتبع عند طبيب اختصاصي، لان هو حنا كيف ما قلنا كتقدر العاده الشهريه تنقطع طاقة طبيعية بين 45 سنة و 55 سنة، ولكن بعض النساء كتنقطع عليهم قبل من هذا العمر، كنسميوه مينوبوز بريكوس، يعني أنها كتجيها بطريقة مبكرة. من الأفضل أنها تمشي تشوف الطبيب الاختصاصي، في الغالب غادي يطلب لها واحد العدد ديال التحاليل الهرمونية باش غادي يشوف واحد الحاجة كنسميوها لا غيزيرفوفاريان، يعني شحال باقي عندها ديال البويضات وشحال باقي عندها في الخزان البويضات ديالها. ملي كيشوف باللي عندها نقص كيقدر يقترح عليها بعض الحلول، بعض الوسائل باش يزيد في الاباضه الى اخره. تقدر تكون دخلات هي بعدا في مرحله ديال البريمينوبوز، يعني ان الاخت ديالك ما تتناش وتبقى كتسنى ان الحمل يجي بوحده. هنا في بحال هذه الحالات هذه ضروري استشاره الطبيب باش تيلا كان غادي يقدر يقترح شي علاج يقترحه قبل ما يسالي الوقت. نوال واش ممكن نسولك كيف عامله الحاله النفسيه ديال الاخت ديالك، وحتى في علاقتها الزوجيه كيف عامله مع الزوج ديالها؟ هي الزوج ديالها غايب عليها، الزوج ديالها كيجي مره في الشهر هكا مره في الشهرين، يعني ما تيجيش بزاف. ملي كانت هذه السنه كانت تشرب الكينه ديالها كتشربها كتجيها منتظمه، دابا ملي طلعتها ما بقاتش كتجيها منتظمه، يعني ولا عندها مشكل، ولات كتغب عليها وكتجي هذيك شهر ونص كتجيها بالفيضه بزاف، يعني كت نعم. وكيدايره هي النفسيه ديالها؟ النفسيه ديالها والبارح بقات تبكي قالت لك بزاف عليا زعما هذا الشيء، انا بغيت زعما شي حل. خاصك ضروري تزوري الطبيب. كان المهم انا عندها ولدات، سمحي لي، عندها ولدات. انا
عندها جوج وليدات. عندها جوج وليدات والحمد لله. شوف انا نقول لك الحمد لله ان بعد اولا عندها وليدات يعني قليلا انقطعت عليها العاده الشهريه او كذا، الحمد لله بعد الانجاب انها بعدا نجبت وكانت ام الحمد لله دار خير. ولكن يبقى راه الا بغات، لان انت قلتي كتجاب الفيضه، الفيضه عندها اسباب اخرين ماشي بالضروره حيت كتجي مجهده يعني مجهده وكتجي حشك كحله يعني مجهده ماشي طبيعيه. بالنسبه لهذه النقطه هذه ضروري خصها تدوز، لان تقدر تكون عندها كره في الوالده. بعض المرات الفيبروم اللي كنسميو الفيبروم كيعطينا هذا الدم اللي كتجيب بهذه الطريقه كثيره، وتقدر تكون عندها مشكل هرموني. اذا غادي خصها ضروري واحد الاستشاره عند الطبيب، غادي يدير لها ليكوغرافي يعني التلفازه، غيشوف الوالده ديالها، غادي يطلب لها واحد التحاليل هرمونيه باش توضح لها الصوره ويعرف يدير لها التشخيص. وعلى حسب التشخيص ان شاء الله غادي يعطيها الدواء اللي غيصلح لها. يلا اليوم قبل غدا ان شاء الله انا نوال سلمي لي على الاخت ديالك و ما يكون داش عفوا امينه وكريمه غناخذوهم بعد الفاصل دائما لاصوات مباشره. غادي ناخذو كريمه، اهلا بك على راديو اصوات. السلام عليكم كريمه. وعليكم السلام. حبيبتي لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا في برنامج بيت المنزل. ربي يخليك اختي عزيزه وغادي نصوره بك بخير. الله يبارك فيك كريمه. تفضلي. عندك 33 عام. على 33 عام راني كنبني على الشهريه، ما مطلعش مره 6 ايام مره 7 ايام، ويعني يعني ديما مستريسيا ديما مهضمه. انا كنت ديما كتجيني كنجيني يعني شويه مستريسيا. دكتوره سدوى معاك. قلتي لي كريمه الوقت اللي كتكون فيك العاده الشهريه هي اللي كتكوني فيها معصبه. معصبه بزاف كنت ومن بعد مني كتفوتك كتعاودي ترتاحي كتحسي بنفسك مزيانه. هذا الشيء واش تزاد مع الوقت ولا واش من النهار الاول فجاتك العاده الشهريه ديما كتجيك بهذه الطريقه؟ لا ديما كتجيني بهذه الطريقه. ديما كتجيك بهذه الطريقه. ما كتاثرش لك على الرغبه الجنسيه؟ ما كتحسيش باللي ملي كتقرب ما كتكونش فيك الرغبه او لا هذا؟ يعني ملي كتقرب كتحسي باللي الرغبه كتنقص بزاف؟ هنايا واش كيكون عندك حتى النفاخ بحال هكذا كتنفخوا لك رجليك كتحسي براسك منفوخه بزاف هذيك المده ديال العاده الشهريه؟ يعني وشعري طاحية بزاف. كيطيح لك بزاف. ما كتاخذيش شي كينه ديال منع الحمل؟ لا لا. ما كديري حتى شي طريقه منع الحمل؟ لا. هنايا هذا مشكل اللي هضرنا عليه ويعني فايتين تكلمنا عليه ربما مرات اخرين، ولكن ضروري نعاودوا نتكلموا عليه، هو ان الحاله النفسيه كتقدر تاثر بزاف بهذيك التغييرات الهرمونيه. لان الدوره الشهريه شنو هي؟ هي ان واحد الفتره كتكون الاستروجين هي اللي طالعه، من بعد كتكون البروجستيرون هي اللي طالعه، وهذيك الفتره اللي كتنزل فيها الهرمونات في الاخر ديال الشهر كيقدر تعطينا واحد التاثير على النفسيه بحيث كتكون بحال شويه حاله اكتئاب. هنا الواحد يقدر اولا يعاون راسو بانه تولي تاخذي مكملات اللي هما المغنيسيوم، ممكن انك تكثري من المواد الحليبيه يعني اللي فيها الكالسيوم هذيك المده الاخره ديال الشهر، وكتنقصي من المواد اللي فيها البروتينات الحيوانيه يعني اللحوم. بحال داك السيمانه الاخره كتنقصي شويه من من البروتينات اللي كتدخلي للجسد، وكتكثري من المواد الحليبيه يعني كتكثري من الكالسيوم ومن المغنيسيوم. هذه من بين الحوايج اللي تريح الشخص شيئا ما، يعني كتنقص لك النفاخ، كتنقص لك من هذيك الحاله ديال التوتر. حاجه اخرى كتقدري في هذيك المده الاخرى ديال الشهر مثلا هكذا ديري مساج او لا ديري حمام او ديري حوايج اللي كتريحك نفسيا، وديري في بالك انها مرحله وغادي تدوز، يعني تحاولي انك ما تبقيش مركزه عليها بزاف، وان في نفس الوقت ما يعني حاولي تقلبي على الحوايج اللي كتريحك وكتفرحك في هذيك المده. شي بحال الا غنقولوا اعتبري بحال نوع الاكتئاب مؤقت كيحتاج منك انك تعمري وقتك في هذيك الايامات، تعيشي بواحد اللحظه زوينه وما تبقايش مركزه على الموضوع بزاف. الا درتي هاد المسائل والامور كانت مزيان داكشي اللي بغينا، تقدر هاد النصائح تكون كافيه. الا ما كفات شيء هنا كتحتاجي ديري واحد الاستشاره عند طبيب اختصاصي ديال النساء، كتقولي له على هاد الحاله اللي كتجيك هكذا مره في الشهر، هو كيشوف واش كاين امكانيه ديال العلاج بالهرمونات اللي كيعاونك باش ما تبقاش عندك هاد الحاله بواحد الطريقه اللي هي كتير
كثيره بزاف وكيقدر يقترح عليك علاج. الا شاف باللي لا باللي راك ما كتحتاجيش ديك الساعه كتبقاي مكمله في هاد في هاد المسائل اللي قلت لك. اتفقنا؟ اذا باهر انه كريما قطع لها الخط. غادي ناخذ مستمعه اخرى. هاد الحاله هذه ديال العصبيه هي شي حاجه اللي طبيعيه؟ احنا غنقولوا هي طبيعيه لان كاين تغيير في الهرمونات، ولكن ماشي كل النساء غيحسوا بها بنفس الطريقه. كاين النساء اللي كيحسوا ما كيحسوش كاع بها، ما كيحسوا حتى شي فرق. كاين النساء اللي كيحسوا بها ولكن ما كديرونجوش حياتهم. وكاين واحد الحاله اللي نقدروا نعتبروها تقريبا مرضيه، هي ان داك التغيير في الخاطر والتغيير في الاحساس في هذيك المده كيكون بقوه اللي هو كثير، ان بحال كتولي الانسان كتحس براسها شخص اخر، ما كتقدرش تخدم، ما كتقدرش تقرا، ما كتقدرش دير المسائل ديالها. ومني كتوصل لهذه الحاله هذه هنا ضروري كتكون استشاره ديال الطبيب ديال النساء، واذا اقتضى الحال حتى استشاره ديال الطبيب ديال الامراض النفسيه. علاش؟ لان كتكون الحاله ولات اكتئاب حقيقي، غير هو عنده علاقه بالهرمونات يعني مؤقت. ناخذ وفاء معنا على الخط، ام اللي بغات تسول على الابنه ديالها عندها 20 سنه. اهلا بك وفاء. سلام أخت سناء، تحية لكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا على راديو أصوات وبرنامج حديث. بارك الله فيك. لاله شكرا. الله يخليك. بغيت نسول، شكرا بعدا اللي كرتي هذا الموضوع الحساس. بغيت الله يخليك، بنتي عندها 20، بنتي عندها 20 سنه. من النهار اللي بلغات وهي عندها هذا المشكل ديال الانقطاع كيوصل لمده 4 شهور دائما تقريبا. كيفاش بالمرة ملي بلغات كان يعمرها عليها بحال هكذا 20 سنة دابا؟ لا، شحال كان في عمرها فاش بلغات؟ ايوا غتكون 15 14 ولا بحال هكا. كني كان في الشاطر اليماني يمكن بلغات. عمرها عندها طبيب النساء؟ ديتها، ولكن ما نكذبش، ماشي طبيب ديال النساء، ديتها لواحد الطبيبه حتى هي مزيانه عندنا هنا في الدار البيضاء. زعما كتعرفوا انا كنت متبعه عند النيس، وعطاتها التريتمون وعطاتها هذا الحبوب ديال المنع الحمل، ومشات معها عاوتاني رديتها مره اخرى، ولكن زعما بحال ما درنا حتى شي حاجه. وانا دابا بغيت غير نسول، واش هذا المشكل غيبقى مرافقها ولا الا زرت الطبيب اخصائي يقدر يكون زعما الحل ولا؟ سؤالك مهم، وحنا كنحسوا بالام ياك دكتوره في معلوم معلوم الام اللي كتهز ديما الهم لبنيتها، وهذه حاجه طبيعيه لان اي ام كتحس براسها مسؤوله على بنيتها، ومن طبيعي انك ترشديها وانك توصيها على الاقل للطبيب. وهي دابا راه تبارك الله غادي يعني كتكبر وكتنضج وغتولي هي اللي كتقضي الامور ديالها. شوف لك لا وفاء، انا بغيت نسولك سؤال، واش تحط واحد التشخيص بالنسبه للبنيه ديالك؟ قالت لها شي حاجه قالت لي زغمون، ما بقتش انا عاقله من المشكل هذا لي زغمون. غير هذا المشكل لي زغمون. وي دابا محيت هنا كاين واحد، انا ما غاديش نقول بلي هادشي هو اللي عند البنيه ديالك، لان ما يمكنش نديرو التشخيص هكذا في الراديو، ولكن من بين المسائل اللي كتعطينا هاد التاخر الكثير في الدوره الشهريه كيقدر يكون واحد المرض كنسميوه تكيس المبيض. هذا المشكل، هذا المشكل هذا تكيس المبيض، هذا المشكل شنو كيكون فيه؟ هو ان كيكونوا بحال نقولوا البويضات في محل ما كيكملوا الدوره ديالتهم وكيعطيونا ديك البويضه اللي غادي تخرج من المبيض، كتولي كيتكونوا على شكل اكياس بحال ديكيس. هذا المرض هذا هو معروف، وكي يعني كيخص التتبع يكون عند الطبيب من الافضل اختصاصي ديال النساء. من جهه غيطلب لها واحد التحاليل هرمونيه باش كيتاكد واش هذا هو المشكل ولا لا. من جهه اخرى كدير ليكوغرافي يعني التلفازه باش كيشوف واش كاين هذاك المشكل ديال تكيس المبيضين ولا لا. وعلى حسب كاين انواع الادويه اللي كتعطى، كتقدر يتعطى هرمونات او لا كيقدر يتعطى واحد الدواء اخر اللي هو كي اصلا علاج ديال حاجه اخرى، يعني ميتفورمين اللي كنعطيوها لدواء السكر، ولكن كتصلح لهذا المشكل ديال التكيس. تقدر تكون ربما عندها زياده في وزن، ما عرفتش واش البنيه ديالك عندها زياده؟ لا بالعكس، هي ضعيفه وسط المسله ديالها. اذا بعض المرات هذا المشكل كيترافق بزياده في الوزن، وملي كتضعف البنيه كيمشي المشكل. اذا هذه انا اللي بغيت نقول لك، يقدر يكون واحد التشخيص اللي هو دقيق، ومن الافضل انك دابا ما غاديش تعرفي واش غادي تبقى الدوره الشهريه كتجيها على 4 شهور او كذا. هادشي على حسب العلاج اللي غيقترح عليكم الطبيب. ضروري تجي عند طبيب اختصاصي او طبيبه اختصاصيه ديال امراض النساء،
في الدار البيضاء الحمد لله كاينين كثارين واكثر وغادي تقدري ديك الساعه دي غادي يكون متابعه هو غادي يقول لك واش خاص الدواء او لا واش من الممكن انها تبقى بحال هكذا هي غتكون اختلافا على المراه اخرى انها ما كيكونش عندها الاباضه كل شهر يعني ان الاباضه تقدر تكون كتجيها غير مره في 3 شهور تمحل ما تجيها مره في الشهر اذا غير شوفي الطبيب هو غادي يقول لكم شو ما الخطوات اللي خصها دير شكرا دكتورة كنتمنى انت راك عارفه اللي قلتي الام ديما كهزه الهم وكنقول ملي جاني كبير تبغي حتى هي تدير وليدات وتزوج كيبقى ديك الهاجس واش كاين واش انا والله الا معصبه على هذا الموضوع اكثر منا لا ولكن ما تبقي شيء الاحداث شوف ما تبقي شيء الاحداث الام بالضروره راه كتفكر في بنيتها وانت كتفكري فيها وخايفه عليها على المستقبل ديالها ولكن ما تكبريش الموضوع في بالك لان اولا هو غادي يعني هي بنفسها راه غادي تضر الى انت مخلوعه بزاف حتى هي تقدر تخلع اي حاجه راه عندها الحل هنا كيف ما كان المشكل خاصه تشوف مع الطبيب ياك وحتى الامور من بعد كيبقى التتبع مع الطبيب وكتكون الامور ان شاء الله بخير وعلى خير وشكرا لكم اخت سناء وشكرا للدكتوره سلم ليه ليها وتهلا فيها وفاء غادي ناخذ الان امينه اللي معنا على الخط ايضا عليكم سي سناء بخير لاباس عليكم مرحبا بك معنا في حد برنامج حديث ومغزل اختي بغيت نسولك واحد السؤال عايزه ديك بخير مرحبا حنا في الخدمه تفضلي ايه 50 عام قطعت لي الحيض ودابا كتجيني واحد الحاله بحال كتخوني بحال ما طيب على راسي كنحس بك السخونيه بزاف بزاف كل يومين على تاك وكنحس براسي صافي بحال كنبغي نطج بحال كتجي بنتي صغيره عندي وتتقول لي ماما خصك تولدي لي اختي خصك هادي انا كنقول لها بنتي انا ماشي بامكاني وداكشي كتقول لي لا ضروري خصك تولدي وزادت عليا حتى هي ولات هي دابا واحد الحاله بحال الاكتئاب بحال كنبغي نطوج بحال كنبغي نخرج وعندي واحد خوا مريض كتقول لي ماما انا ما عنديش معامل لعاب كلشي عندهم خوتهم وانا ما عنديش ولدي ليا وكيزادني الحال هادشي كيزادني بزاف وكنولي كل اللي كنترعد ولات هي واحد الحاله بشكل حاله خاصه مع دكتوره في الدواء شنو تقول الامينه لا أمينة أولا الله يخلي لك الوليدات اللي عندك ياك وكنظن انت يا مرأة ناضجة وعارفة باللي ملي كتنقطع علينا الدورة الشهرية إلا أن ما كتبقاش إمكانية ديال الإنجاب ياك يعني حنا انقطاع ديال الدورة الشهرية معنيتها باللي ما بقاوش عندنا البيضات اذا باش علاش لان مهم انت تفهمي اشنو عندك باش انت تقدري توصلي المعلومه لبنتك بنتك شحال في العمر ديالها يلا عندها 12 عام تبارك الله الله يخليها لك والله يحفظها لك البنت ديالك عندها 12 عام هي قادره انها تفهم بعض الامور هي راه ديجا بداو كيقراو شي حوايج في المدرسه وفي الغالب غادي تقدر تفهم هذا الشيء انت خصك تشرحي لها بلي حنا عندنا واحد الخزان ديال البويضه هذاك الخزان كنزادوا به وفي اللحظه ديالك البلوغ بحال غنقولوا صافي الرقم النهائي ديالو كيتحدد هذاك العدد ديال البويضه ما نقدروش نزيدو ما معناش كيفاش نخلقوا حنا بويضه صافي داك الخزان هو اللي كاين كل دوره شهريه كيمشي فيه واحد العدد ديال البويضه كل دوره شهريه في حياتنا واحد النهار كيتقاضى داك الخزان يعني باش انت فمرت 50 سنه عاد مشات لك الدوره الشهريه يعني راكي في الحاله الطبيعيه جدا ياك لان 50 سنه هو العمر المتوسط اللي كتمشي فيه الدوره الشهريه هنا خصك تشرحي للبنت ديالك بلي هي ماشي مشكل ديال الرغبه في الانجاب ولكن ان كل امراه عندها واحد القدره على الانجاب على حسب العمر ديالها وبلي انت وصلتي لواحد العمر ولواحد السن اللي الحمد لله قدرتي تولدي فيه وليداتك واللي دابا ما بقيتيش ما بقاتش هاد الوظيفه ديال الانجاب ما بقاتش من الوظائف ديالك ان عندك الحمد لله وظائف كثيره اخرى مي ماشي هاد الوظيفه هادي غتحاولي باش تشوف يعني تقدري تشوفي معاها من الافضل انها دير صديقاتهم معهم انها تشوف الى عندها بنت الخاله بنت العمه يعني ان يكون عندها أن ماشي بالضروره العلاقه ديال الاخوه وماشي غادي نقول ديك القرب من طفل اخر ماشي بالضروره الا ما كان الاخ ولا الاخت كل ما انفتحت على علاقات بحال هكذا زوينه مع وليدات اخرين ربما الحاجه ديالها انها يكون عندها اختها او كذا تنقص من ناحيه اخرى تقدري تقول لها بلي انت راك صديقه ديالها وراك ترافقيها وراك كل لحظه في حياتها غادي تلقاك الى اخره بهذه الطريقه
الحقيقه غتنقصي شي شويه من الجهد ديال هذا المشكل هذا. من جهه اخرى انت تكلمتي على التقنيه اللي كتجيك ربما بحال الفوره، يعني انك تكون عليك الذات ديالك. حاجه اخرى الضجه والقلق والتوتر، هذه اعراض اللي كتبان عندنا ملي كيكون قطع الطمس. كاين من جهه الحاله اللي هي عندها علاقه بديك لي بوفي دو شالور اللي هما اصلا كيعصبوا كيوتروا، وكاين الحاله النفسيه اللي كتقدر تاثر. بدي هو الاول بانك تشوفي طبيب اختصاصي اللي غادي اولا طبيب ديال الطب العام اللي غيكتب لك واحد الادويه اللي كتعاوننا في هذيك الفوره باش ما كتبقاش بزاف، باش كتنقص. كاين واحد هما مكونات طبيعيه، يعني ماشي بالضروره هرمونات اللي كناخذوهم واللي كينقصوا داك الفوره ديك الصهداء الى اخره. ممكن تاخذي المغنيسيوم، ممكن تاخذي امور اللي هي بسيطه ضد ستريس. كاينين ادويه حاليا اللي هي طبيعيه واللي كتفيد بزاف. وديري هذا الشيء وحاولي انك ديري الرياضه، انك تكون عندك علاقه طيبه مع الصديقات ديالك، تعمري وقتك، تخدمي، يعني ديري هذه المسائل وشوفي واش الاحساس ديالك غيتحسن. الى الامور تحسنات هو هذاك، الى الامور ما تحسناتش واش كيبلي الدرجه كتزاد او داك التوتر كيتزاد او الحاله النفسيه ديالك غدا وكتنهار، الاكتئاب غادي وكيتزاد، ديك الساعه بالضروره ديري تدويزه عند طبيب اختصاصي بالامراض النفسيه، لان ديك اللحظه ممكن تحتاجي الدواء ديال الاكتئاب. اتفقنا؟ يلا غادي ناخذوا مكالمه اخرى. امينه راه وصلت الفكره. ناخذوا الان بشرى اللي هي معنا من مدينه سلا، وتحيه للمستمعات اصوات بسلا وبالرباط. اهلا بك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا اختي سناء وشكرا للدكتوره. مرحبا بك معنا في حديث. الله يخليك. عندي سؤال دكتوره. نعم. عندك 26 عام ياك؟ عندي 26 عام. اييه، شنو سؤالك؟ انا يلا اليوم هرمونات مؤخرا ومشيت للطبيب جينيكولوج. امين. شكرا. وعطاتني البيلول، ولكن انا عندي مشكل ديال لي فيبروم ستادي جوج. وفي الحقيقه تخوفت من لي بيلول، ما عرفتش. انت عندك دي بادين وفيبروم في الدر ديالك في ستاديين؟ في ستاديين بجوج. وقلتي هاد الهضره للطبيبه او ما قلتيهاش؟ دارت لي ليكوغرافي. دارت لك ليكوغرافي. وقالت لي عطاتني الاختيار باش انني نفكر واش نحيدهم ولا لا. بغيت نسول الدكتوره زعما كنصيحه ليا واش نحيدهم ولا نخليهم، واش عندهم دي زيفي سكوندير مع البيلول. شوف، هي الطبيبه ما غاديش تجي وتكتب لك الكينه ديال مانع الحمل الا الا قررت انها تختار واحد النوع اللي ما عندوش تاثير على لي زادينوفيبغوم. ياك ما باش يعني انا هي مادام شافتهم وعرفاتهم وعطاتك الاختيار تحيديهم اولا، الا انهم بعدا من نوع الحميد، فهمتي؟ لان كون كانوا من النوع اللي ماشي حميد راه ما غتعطيكش الاختيار. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان النوع ديال الكينه اللي غتكون كتبات لك غيكون واحد النوع اللي ما كيخلقش مشكل مع لي زادينو فيبروم. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، واش تحيديهم او ما تحيديهم، هذه عندها علاقه بواحد المسائل مختلفه. الحاجه الاولى، واش كتارين، واش صغار او كبار، واش كيشكلوا بالنسبه لك واحد. دابا بحيث الا كانوا كل تدي فيه واحد لا جوج شفتي هما الحياد ديالهم حيت حتى على حساب واش هما كبار وسهلين انهم يتحيدوا او واش صغار وكثار ومفرقين على قد الثدي، فهمتي؟ هذه عندها اكثر علاقه مع الطبيبه الجراحه اللي غادي تفتح لك، لان الا كانوا في بلايص بعادين على بعضياتهم في وسط من الثدي كيفضلوا بعض المرات انهم يخليوهم، وان تبقى المراقبه يا في شهور يا في عام كتبقاي كديري التلفازه باش كيشوفوهم واش زادوا واش نقصوا الى اخره. اذا انا في الراي ديالي تخوفات ديالك بالنسبه للكينه عاودي ليها للطبيبه ديالك باش هي تشوف مزيان هذاك النوع اللي كتبات لك واش هو ما كيشكلش مشكل بالنسبه لي زادينو فيبغوم ولا لا. هذه النقطه الاولى. وبالنسبه للنقطه الثانيه، الا كانوا هما يعني سهلين انهم يتحيدوا، تقدري تحيديهم وكتكوني حيديهم عليك. هو اشكال كيقدر يكون انهم كيقدروا يرجعوا، يعني ماشي هما اللي تبنك تزوجهم، ولكن تقدر تدوز مده ويعاود يوليو عندك دي فيبغوم اخرين. دونك ممكن انك تقرري ما تحيديهمش وتبقاي يعني كتراقبي بواحد الطريقه منتظمه، حتى الى سبحان الله كبروا بزاف ولا شي حاجه كتحيدهم لك الطبيب.
واخا شكرا بزاف دكتوره. شكرا على واجبك. أرجع لك ديالك. أنا كنت على الخط أيضا دكتورة فدوى السعداني، إحنا دائما مواصلين معكم وكنجاوبوا على أسئلتكم مستمعاتنا. الهرمونات النسائية ودورها وتأثيرها على توازن المرأة النفسي والجنسي، ومازال ما هضرناش بزاف، ربما نشوفوا أكثر دابا التوازن النفسي. فاطمة السلام عليكم. السلام. أهلا بك فاطمة. كي دايره اختي سناء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. عافاك انا عندي 28 عام. ايه مرحبا. وواحد اربع ايام دوزت لقيت عندي الكيست داز لي وحده فيها الزلاله اليمنيه فيها جوج سنتيمون. والزلاله الاخرى فيها وحده صغيره. نعم. وبقى عندي التخوف ديال هذه الكيست انا مشي يدير ليا شي حاجه. اش غادي نقول لك دابا؟ اللي مهم هو المراقبه. لي كيست هما شي حوايج اللي كيكونوا في التدليك ياك، واللي هما ما كيشكلوش خطوره لانهم في الغالب كيكونوا حميدين، يعني ما كيكونش شي حاجه اللي غتحول الكونسير او كذا، ولكن كيبقى المراقبه على حسب القياس ديالهم. كتبقى واحد المراقبه اللي كيقولها لك الطبيب ديالك، كيختار هو يا مراقبه مره في الشهور يا كيختار مراقبه مره في العام. من العامين لعامين عندك الماموغرافي والتسجيل. لا ما كانش عندي شي حاجه درتها، ما كان عندي والو، كان عندي غير ليكي. يعني كانت شي حاجه اخرى قبل من غير ليكي؟ لا ما كانت والو. لا كان والو، كانوا غير ليكيس. يعني هادشي هادشي اللي كاين. شفتي دابا حنا الجسد ديال المراه التديين راهم بحال التديين والمبيضين وهذا كلهم اعضاء اللي كيقدر يكون فيهم تكيس، يعني يقدر تكون فيهم اكياس، كيقدر يكون فيهم ديفيبغوم، يعني سواء الرحم او هذا كيقدر يتكونوا ديفيبغوم، يعني بحال غنقول واحد الكرات، ولكن في الغالب كتكون حميده. الطبيب كيشوف النوعيه ديال هذاك ديال الكيس او النوعيه ديال داك الفيبغوم اللي كاين. ملي كيشوف باللي راه النوع الحميد في الغالب من غير الا كان كبير بزاف او لا كيشكل شي مشكل كيقول لك حنا غنبقاو كنراقبوه ياك. ملي كيكون مشكل اخر كيقدر يفكر باللي راه ربما يقدر يكون سرطان او لا كيشككوا باللي راه كاين سرطان، ديك الساعه راه كيطلب من امور اخرين، كيدير لا سيتوبونكسيون او لا بيوبسي الى اخره. اذا هنا انا في الراي ديالي مادام كاينين غير ليكيس راه ماشي شي حاجه اللي كتخوف، المهم انك تبقاي كتبعي المراقبه اللي كيقول لك الطبيب ديالك. وحاجه اخرى مادام تكلمنا على التديين، انا نبغي نركز على واحد النقطه كيتعلموا النساء انهم يقلبوا التديين ديالهم. كيفاش كيتقلبوا هاد التديين؟ كيتقلبوا مور ما كدوز الدوره الشهريه، يعني حتى كتقاضى الحيض، ديك الساعه التديين في الغالب كيكونوا مرخوفين، يعني ما كيبقوش متوترين، ما كيبقوش هكذاك قاصحين، وديك الساعه كنقلبوهم بالفتح ديال اليد، يعني ما كنقلبوهمش بالصبعان، كنقلبوهم باليد تكون هكا مطلوقه، وكنبداو كندوزوا عليهم بحال كنمسحوهم هكذاك. في الغالب كنحسوا باللي هاد المنطقه راه خاويه ما فيها والو، هذه ما فيها والو، كنمشيو بطرف مع التديين. هذه حاجه اللي مزيان اي مره تقدر تسول الطبيب ديالها او الطبيبه ديالها، ولا تقدر تقلبي في انترنت غتلقاي الطريقه الصحيحه باش تقلبي التديين ديالك. كان الانسان كيديرها واحد المره في الشهرين، مره في ثلاث شهور، في الحمام مثلا الوقت كيكون كيغسل، مور ما كتقضى الدوره الشهريه وكتعلمي تقلبي التديين ديالك، ديك الساعه بان لك باللي راه ما فيهم والو، هذه راه حاجه مزيانه، بان لك باللي كاينه شي كره او بان لك باللي قصتي شي حاجه قاصحه، ديك الساعه كدوزي عند الطبيب. الطبيب هو بالمسائل اللي عنده، بالامكانيات اللي عنده، بالتلفازه الى اخره، كيقدر يقول لك هذه نخافوا منها هذه ما نخافوش منها، باش هكاك ما تبقيش انت اللي هزه تخوفات. دابا لا فاطمه انا كنقول لك ارتاحي وعيشي حياتك عاديه وتبعي المراقبه اللي كيقول لك الطبيب ديالك، وما تبقيش تفكري في هذوك لي كيس الا في المراقبه اللي كيطلب منك الطبيب. هو نصحني، قال لي انا كنصحك يعني بلا ما تحتاجي تحيديهم ولا شي حاجه. قال لي عادي، هما صغارين. شوفي هما صغارين وعاديين، يعني ما كاينش علاش غادي تحيديهم، غادي غير تفتحي على والو. انا في الراي ديالي كملي غير بالمراقبه اللي كيطلب منك، وخليك هانيه، والى سبحان الله كبروا او تغيروا ديك الساعه عادي يقدروا يتفتحوا. واخا شكرا لك، تهلا في راسك فاطمه، تهلا في راسك، تحيه كبيره ليك. دكتوره فدوى السعداني بقات لينا جوج دقائق.
مو موضوعنا، وشفنا انه كثير من النساء اللي اتصلوا بنا كيقولوا انه كاين هناك مشاكل سببها الهرمونات. شنو نصيحتك ورجعنا للجانب النفسي والجنسي، شنو اهم توصيات اللي غادي تقاسميهم معنا هذا الصباح؟ انا نبغي نقول غير باللي النساء كيقدروا يحسوا بواحد التغيير خاصه في العلاقه الجنسيه وفي الرغبه الجنسيه على حسب الدوره الشهريه، لان في الاول ديال الدوره الشهريه كتكون الاستروجين طالعه وكتكون الرغبه طالعه، من بعد كتطلع البروجستيرون والرغبه كتنقص. وانا كننصح النساء انهم يحاولوا انهم ما يبقاوش مرتبطين غير بالهرمونات، يعني انهم يخلقوا واحد الرغبه جنسيه ديالتهم، يعني هما يكون عندهم رغبه انهم يعيشوا هذيك اللحظه الحميميه مع الزوج، ما يخليوهاش مرتبطه غير بالاحاسيس الجسديه والهرمونيه. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين بعض النساء اللي كياخذوا الكينه، وماشي كلهم، ماشي كاع النساء، وكيجيهم كمفعول ثانوي انهم كتمشي لهم الرغبه في مره، او لا كيقدر يحسوا بواحد النشوفيه اللي كتعطيهم الام في اللحظه ديال العاده الشهريه، في اللحظه ديال العلاقه الجنسيه. الا كان عندك بحال هاد الشيء، لا من الضروري انك تقوليها للطبيب. علاش؟ لان يقدر يغير لك النوعيه ديال هذيك الكينه، او لا تستعملي شي وسيله اخرى ديال منع الحمل وتسترجعي الرغبه الجنسيه ديالك وما يبقاش اشكال. بزاف النساء كيبقاو في واحد غادي نقولوا كيتالموا في صمت، ما كتبقاش عندهم الرغبه، كيوليو مشاكل في الحلقه الزوجيه، كتولي خصومه مع الراجل، وفي نفس الوقت كتحس براسها ماشي هي هذيك، ماشي كيف ما مولفه تكون. اذا بعض النساء اللي كيحسوا بحال هكذا، خاصه يلاه كيبداو الكينه، خصهم يديروا هذا الرابط لهم ويقولوها للطبيب باش يغير لهم الطريقه. من غير هكذا خصنا عارفوا بلي ملي كيكون التوتر اللي عنده علاقه بالدوره الشهريه، ملي كنتغيروا في الوقت ديال انقطاع الصمت، الشابه اللي كنشوفها واحد الفتاه كتبدا توتر، كتبدا تعصب ملي كتوصل لوقت البلوغ، خاصها هي تفهم بلي راه التغييرات هرمونيه هي اللي كتاثر لها على النفسيه ديالها، وبلي من المهم تقلب على حوايج اللي كتفرحها، اللي كتنشطها، انها ما تبقاش غير كتدور في الافكار الخايبه في دماغها. وحتى المحيط كنظن بلي من المهم يتفهم بلي هذيك السيده راها كدوز بواحد المرحله اللي ربما ما نكثروش عليها بزاف، مثلا الزوج ما كاينش لا شي كثر من غير في ديك المده، اولا ما يكونش المتطلبات بزاف ديال المحيط ديالها غادي يسمحوا لها باش انها تقدر تاخذ وقتها في هذيك الايامات ديال الدوره الشهريه، تنط شويه لراسها باش تقدر انها تواجه هذيك التغييرات النفسيه اللي كتجرى فيها. نعم، وهذه كلها نصائح اللي كنتقاسموا معك لاله. دكتوره فدوى السعداني المعالجه النفسيه والجنسيه اللي كتزاول بمدينه الدار البيضاء، اللي بغى يتواصل معك نعطي ربما رقمي الهاتفي المهني 0958 81 61 67. تحيه لك دكتوره فدوى السعداني.